عندك دواء؟ ماذا اسمع يا صديقي؟ في عندك يهود؟ صديقي يا قيس. لا هسه لا. طيب انا سمعت هم بيجوا عليكم كل يوم. بس هسه لا. طيب اسمع يا صديقي، اعمل ايدك هيك مخيم. لما يجي عندكم اضربهم بوكس. خلي وجهه بنضارة ان شاء الله عشان نحرر فلسطين ان شاء الله. صديقي طيب على العموم يا روان، انا بقول له يمسك حجر ولما يجي اليهود عنده يمسكه وبوم. طبعا الجيران اليهوديين عندي يطبش عليهم لو كانوا يهود، يعني جيرانه او صهاينة عادي. طيب بين ليش حابة تصير شرطية؟ ليش؟ زي مين؟ زي عمه. مين عمه؟ احمد. هو شرطي؟ شو بيسوي طب الشرطي؟ بحبس الحرامي والبعمل مشاكل وبطخ اليهود، صح؟ انت بديك تصيري زيه؟ ان شاء الله لما تكبري لما طخ اليهود كلهم؟ كلهم؟ اه طيب